السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي الأعزاء في فيديو جديد. هو فيديو من سلسلة فيديوهات تخفيضات السيارات في مصر. سلسلة الفيديوهات دي احنا جمعنا فيها فيديو لكل عربية وكل التخفيضات اللي تمت على العربيات من 2019 حتى وقتنا هذا موجود في سلسلة الفيديوهات دي. الفكرة اننا نلم كل الفيديوهات في سلسلة واحدة علشان الناس وقت ما يجي الشراء يبقى عارف العربية اللي نزل عليها فعلا تخفيض واللي تخفيضاتها وهمية، وعربية مثلا زي نيسان زيادة في السعر وبعدين راحوا منزلينها، وده في ناس اعتقدت ان هو تخبط، ولكن طبعا مش تخبط ولا حاجة، لان صاحب شركة نيسان او توكيل نيسان ده مش واحد قاعد على قهوة بيقرر مع نفسه ان هو يعلي السعر او يخفض السعر، ده بيدي مرتبات لناس شغالين في المبيعات وظيفتهم انهم يدوروا له على السعر المناسب وبيقارنوا ما بين العربيات اللي في نفس الفئة السعرية اللي فيها منافسة بينها وبين العربية نيسان. انما حركة زي اللي بتحصل مثلا في شركة نيسان ده بنسميه تلاعب، لما يبقى عايز ينزل الاسعار تبص تلاقيه رفع السعر وبعدها بشهر او بشهرين راح منزل السعر تاني، فالناس بتقرأ الخبر الاخراني وبتنسى الخبر القديم وبيقروا خبر تم تخفيض السعر الى 10,000 جنيه، نسيوا ان هو كان زود سعرها 8,000 جنيه من فترة، يبقى قيمة التخفيض الفعلية مجرد 2000 جنيه مش 10,000 جنيه ولا حاجة. عشان كده احنا لمين كل فيديوهات التخفيضات في سلسلة واحدة علشان اللي عايز يعرف فعلا العربية نزل عليها تخفيض ولا لا ويعرف قبل ما يقرر يشتري. وعموما احنا بنقول للناس حاليا دلوقتي في حرب ما بين التوكيلات، كل التوكيلات في منافسة وكله بينزل الاسعار. الفكرة مش في خليها تصدي ولا حملة مقاطعة، وكده كده اصلا الناس عزفت عن الشراء علشان الحالة المادية المتردية لاغلب الناس. كل اللي معاه قرش حاليا دلوقتي ركنه جنبه مش عايز يشتري بيه اي حاجة خالص ومخليه للاكل والشرب. علشان كده هنلاقي ان انشطة الاكل والشرب والقهاوي هي الانشطه الوحيده حاليا في مصر اللي شغاله وبتحقق ارباح، انما تجاره السيارات او اي تجاره تانية كل الناس بتخسر. حركه البيع والشراء قليله جدا، تعتبر متوقفه مش بفضل حمله خليها تصدي ولا الناس اللي عملوا الحمله ولا اي حاجه خالص، ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى والحاله الماديه اللي حاليا بنمر بيها. موضوع عدم الشراء جاء من عند ربنا ما حدش تدخل فيه، وده تسبب في ان التوكيلات عايزه تزود مبيعاتها بقت تعمل عروض وتخفيضات. وحاليا دلوقتي احنا شفنا تخفيضات على جميع انواع السيارات اللي بتتباع في مصر. هنتكلم في الفيديو ده عن تخفيضات شركة نيسان على السيارة نيسان صني 2020 اللي هي اصلا مش 2020، عشان الناس برضو تبقى عارفة العربية نيسان صني 2020 المباعة في مصر هي موديل 2018 و2019 اللي بتتجمع هنا في مصر وليست موديل 2020، ولكن بتباع تحت اسم 2020. العربية نيسان صني 2020 اللي بتتباع حاليا في مصر غير نيسان صني 2020 اللي بتتباع في الخارج، عشان الناس ما تفتكرش ان احنا بنضحك عليها وبنقول اشتروا العربية القديمة. انا ما بقولش كده، العربية نيسان صني اللي انا عملت عنها ريفيو قبل كده وصورتها في معرض من المعارض دي كانت اسما وورقا موديل 2020، ولكن في الواقع هي موديل 2018 او موديل 2019. العربية دي تقريبا الستوك اللي مركون موديل 2018 او 19 وبيطلعها على انها موديل 2020، لان طبعا الورش هنا ورشوا والورق ورقنا والورش ورشنا، وزي ما احنا عارفين سهل جدا عربية بتتجمع هنا في مصر يتحط لها تاريخ اي تاريخ احنا عايزينه. ولكن نصيحتي للناس انتظروا، لو فلوسك محيراك اقفل عليها كويس عشان ايدك ما تروح لهاش، واركنها دلوقتي خالص، ما تفكرش في شراء اي عربية، لسه في تخفيضات تانية كتير جاية، اسعار العربيات لسه عالية ولسه القيمة ما وصلتش للقيمة العادلة. في الفيديو ده هنتكلم عن السيارة نيسان صني. لو عجبك الفيديو حسيت انك استفدت ممكن تدوس لايك وممكن تشترك في القناة وتشير الفيديو علشان غيرك يستفيد. نبدأ على بركة الله. في تخبط غريب من شركة نيسان من فترة، أعلنت عن تخفيضات نيسان سنترا وارتفاع قيمة 8,000 جنيه في نيسان صني، ودلوقتي الشركة بتعلن عن تخفيضات نيسان صني بقيمة وصلت 10,000 جنيه
والتخفيض جه على جميع فئات السياره. العربيه نيسان صني بتنافس رينو لوجان اللي اقل منها بفرق بسيط. لقينا تخفيضات على فيات تيبو اللي نافست بشكل قوي جدا في السوق المصري مع كتير من العربيات، ونيسان صني بتنافس كتير من العربيات زي ام جي 5 وشفورلي اوبترا وافيو. وصلت تخفيضات نيسان على نيسان صني ل 10000 جنيه بعد زياده 8000 جنيه، يعني من الاخر تخفيضات بالظبط 2000 جنيه. التخفيضات شملت جميع فئات العربيه، واحتاجت نيسان صني للتخفيضات دي عشان تتمكن من المنافسه مع عربيات في نفس الفئه السعريه. المنافسه حاليا اصبحت صعبه طبعا على نيسان بامكانياتها التعبانه مع العربيات التانيه الكتير، وخصوصا العربيات الصينيه اللي دخلت السوق في بدايه 2020. اول فئه من نيسان صني نزلة بسعر 199000 جنيه بدل من 208000 جنيه بتخفيض 9000 جنيه، يعني يعتبر الواقع بتاعه تخفيض 1000 جنيه. تاني فئة بسعر 209000 جنيه بدل من 219000، يعني بتخفيض 10000 جنيه أو الواقع 2000 جنيه. تالت فئة بسعر 220000 جنيه بدل من 230000 جنيه بتخفيض من الآخر 1000 جنيه، طبعا بخصم الزيادة اللي حصلت. فرق التلات فئات عن بعض، الفئة الأولى شركة نيسان مسميها بيز لاين، فيها فرش قماش، جنوط، فرامل اي بي اس، وسائد هوائية اللي نازلة ب 199000. الفئة التانية مسمينها بلس، زيادة عن الكلام اللي فات، مدخل يو اس بي، فرش جلد، نظام ذكي لركن السيارة، نظام تحكم في الدركسيون، سبويلر خلفي، فرامل اي بي دي واي اس بي، ودي بتبقى ب 209 حاليا. الفئه الثالثه اسمها سوبر صالون، زادت عن الكلام اللي فات ده مرايات ضم، وبتتباع ب 221000 جنيه. بعد التخفيضات دي العربيه دخلت في منافسه مع شيري اليزو 5، هي طبعا كانت بتنافس فئه واحده بس، اما دلوقتي اشتعلت بينهم المنافسه. احب افكركم ان نيسان خفضت سعر نيسان صني من فتره كبيره، وبعد كده راحت رافعه السعر مره ثانيه 8000 جنيه، ودلوقتي اعلنت عن تخفيضات 10000 جنيه. وطبعا الكلام ده كله احنا شرحناه في الفيديو. في نهاية الفيديو اشكركم لحسن المتابعة، واتمنى يكون الفيديو مفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.